السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نقدم لكم 20 سؤال ديني عن الأنبياء. لديك 15 ثانية للإجابة على السؤال. إذا أعجبك هذا النوع من المحتوى، ادعمنا بلايك واشترك في القناة مع تفعيل زر الجرس. هيا لنبدأ. السؤال الأول، من هو أول من يقرع باب الجنة؟ آدم عليه السلام، موسى عليه السلام، محمد صلى الله عليه وسلم؟ الإجابة محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني، ماذا كان يعمل نبي الله نوح عليه السلام؟ راعي غنم، نجارا، تاجر؟ الإجابة كان يعمل نجارا. السؤال الثالث، من هو النبي الذي ظهرت عند قدميه مياه زمزم؟ إسماعيل عليه السلام، موسى عليه السلام، نوح عليه السلام؟ الإجابة إسماعيل عليه السلام. السؤال الرابع، من هو رفيق الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة؟ عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، أبو بكر الصديق؟ الإجابة أبو بكر الصديق. السؤال الخامس، من هو الصحابي الذي أكل مع الرسول صلى الله عليه وسلم يوم خيبر من الشاة المسمومة ومات؟ بشر بن البراء، النواس بن سمعان، نوفل بن الحارث؟ الإجابة بشر بن البراء. السؤال السادس، من هو الصحابي الذي استمعت إليه الملائكة وهو يقرأ سورة البقرة؟ أسيد بن حضير، بلال بن رباح، سلمان الفارسي؟ الإجابة أسيد بن حضير. السؤال السابع، من القائل فلا نامت أعين الجبناء؟ خالد بن الوليد، حسان بن ثابت، عمر بن الخطاب؟ الإجابة خالد بن الوليد. السؤال الثامن، من هو أول من رمى بسهم في سبيل الله؟ علي بن أبي طالب، سعد بن أبي وقاص، سهل بن سعد؟ الإجابة سعد بن أبي وقاص. السؤال التاسع، من هو الصحابي الذي تولى حراسة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم بدر؟ النواس بن سمعان، بلال بن رباح، سعد بن معاذ؟ الإجابة سعد بن معاذ. السؤال العاشر، من هو أول نبي تحدث باللغة العربية؟ إسحاق عليه السلام، إسماعيل عليه السلام، إبراهيم عليه السلام؟
الإجابة إسماعيل عليه السلام. السؤال 11، من هو النبي الذي يلقب بإسرائيل؟ يعقوب عليه السلام، أيوب عليه السلام، يوسف عليه السلام. الإجابة يعقوب عليه السلام. السؤال 12، كم كان يبلغ طول آدم عليه السلام؟ 40 ذراعا، 50 ذراعا، 60 ذراعا. الإجابة 60 ذراعا. السؤال 13، من هو النبي الذي آمن به جميع قومه؟ إدريس عليه السلام، شعيب عليه السلام، يونس عليه السلام. الإجابة يونس عليه السلام. السؤال 14، من هو أول نبي خاط الثياب ولبسها؟ آدم عليه السلام، إدريس عليه السلام، نوح عليه السلام. الإجابة إدريس عليه السلام. السؤال 15، من هو النبي الذي كان قومه ينحتون الجبال بيوتا؟ إبراهيم عليه السلام، موسى عليه السلام، صالح عليه السلام. الإجابة صالح عليه السلام. السؤال 16، كم مكث سيدنا إبراهيم عليه السلام في النار التي ألقي بها؟ 5 أيام، 6 أيام، 7 أيام. الإجابة 7 أيام. السؤال 17، ما المقصود بيوم الفرقان الذي ذكره الله تعالى في القرآن الكريم؟ غزوة بدر، غزوة الخندق، غزوة أحد. الإجابة غزوة بدر. السؤال 18، من أول من سمى القرآن الكريم مصحفا؟ علي بن أبي طالب، عمر بن الخطاب، أبي بكر الصديق. الإجابة أبو بكر الصديق. السؤال 19، كم استغرق نزول القرآن الكريم؟ 18 سنة، 20 سنة، 23 سنة. الإجابة 23 سنة. السؤال رقم 20، ما هو الشيء الذي ذكر في القرآن الكريم أنه يتنفس ولا روح له؟ البحر، الجبل، الصبح. الإجابة الصبح. شكرا لكم على المتابعة، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من الفيديو. إلى اللقاء.